الناس بتخاف من رسم الاعصاب والعضلات بيعتبروا ان هو نوع من انواع البعبع او بيخاف منه بشكل كبير. انا طبعا اتعلمت رسم الاعصاب والعضلات سنه 2007 يعني من 13 سنه تقريبا. بعتبرها انها نقله كبيره في حياتي العمليه. ازاي المريض اللي جاي لي العياده بقدر اقيمه بشكل اكثر دقه يوصلني لبرنامج علاجي متكامل. رسم الاعصاب والعضلات مهم ان كل اخصائي علاج طبيعي يتعلمه، لان الشغل اللي جاي في المستقبل كله الاي ام جي جايد فيزيكال ثيرابي. اذا كانوا طلبه في الكليه بيدرسوا في سنه خمسه او خريجين، الموضوع اكثر بساطه من كده بكتير. احنا في الكورس بتاعنا هنقول للناس انك ممكن تبدا من الصفر لحد ما تتعلم توصل لدرجه من اتقان رسم الاعصاب والعضلات في زمن قليل جدا. الناس بتقلق من جزئيه العملي، احنا عايزين نقول للناس ان في هيبقى في اكستنشن للكورس هاندز اون تريننج للمجموعه اللي هتشترك معانا. هنتعلم بيزكس اوف نيورو اناتومي ريليتد للالكتروميوجرافي، البيزكس اوف فيسيولوجي ريليتد للالكتروميوجرافي. هناخد اجزاء مركزه ازاي تطبق رسم العضلات والاعصاب لكل نيرف وكل مصل. معاكم دكتور عصام جاد، استشاري للعلاج الطبيعي، حصل على البورد الامريكي في نيو فيدباك، ماجستير العلاج الطبيعي جامعه القاهره، حاليا رئيس وحده رسم العضلات والاعصاب في مستشفى جراحه المخ والاعصاب في المنوفيه. هننتظركم ان شاء الله في الكورس، تشرفونا تحضروا معانا الكورس مع جو فيزيو، وان شاء الله يكون في استفاده ممتازه وتضيفوا حاجه جديده لحياتكم العمليه. شكرا.